استئناف جلسات الحوار الوطني يدل على شيء، يدل على حرص الدولة على استمرار هذه الجلسات وكمان حرصها على النتائج والمخرجات الخاصة بالحوار الوطني. يعني النهاردة كانت عودة الجلسات وجولات الحوار الوطني بعد توقف من عيد الأضحى، والحقيقة النهاردة كان في أكثر من جلسة سواء على مستوى المحور السياسي ومناقشة لجنة مباشرة الحقوق السياسية ومناقشة تعديلات قانون حقوق السياسية. الحقيقة كان في أيضا لجنة المحليات ولجنة العمل النقابي في نفس الوقت بيناقشوا المقترحات الخاصة بيهم. عودة الحوار بهذا الشكل اليوم زي ما حضرتك ذكرتي، أولا يثبت الإرادة السياسية للسيد الرئيس في استكمال والدولة في استكمال هذا الحوار، وإنه يعني يبقى معبر عن كافة طوائف المجتمع النهاردة، انفتاح على كافة الآراء. طبعا التنوع اللي كان موجود النهاردة سواء من أنا كنت موجود في جلسة مباشرة قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتنوع اللي كان موجود سواء من الأحزاب السياسية أو من الشخصيات العامة أو من المختصين والمهتمين بهذا الشأن كان محترم جدا، واللي انعكس على التوصيات وعلى الحلول والأطروحات اللي كانوا بيتكلموا عليها كل الزملاء المتحدثين. الحقيقة النهاردة أدلوا بدلوهم في كافة المواد الخاصة بهذا القانون ورؤيتهم وأفكارهم لتطوير وإحداث تنمية سياسية. كانت مناقشات يعني جيدة للغاية، عبر فيها الجميع عن آرائه بدون وجود سقف لهذا الطموح أو للأفكار. كل الناس اتكلمت على الأفكار اللي ممكن نشوفها لتطوير شكل الانتخابات وشكل الاقتراع، شكل التمثيل النيابي وما إلى ذلك من مواد داخل قانون مباشرة الحقوق السياسية.